دب ايدي، ده في حاجات كتير قوي جوه. حلو قوي يا حاج، ربنا يخليك ليا. معلش هما هناك قصيرين، بس الحاجات دي ان شاء الله هتطلع مقاسك. يلا. وحلوة قوي دي كمان. شفتي؟ شفتي؟ بقول لك ايه، ما تخشي بقى تلبسي لنا قميص النوم ابو ريش ده، انا عاوزك الليله تبقي نعامه. من عينيا يا حاج. تسلم عينيك يا جميل. ايه ده؟ انت مش جاي معايا ولا ايه؟ مش جاي معاكي؟ ده سؤال برضو. ما انا جاي من الصين اعمل ايه؟ طبعا جاي وراكي على طول. ايوه، ليلتنا صيني بالصلاه على النبي. نيهاو. مش قادر اتنفس. ما تقولي ليلة صيني. افتح لك الشباك يدخلك شويه هواء. لا لا لا، يا حاسس ده ملك يا حاج. حاسس اني رحت بالسحب. روحك ايه؟ يا لهوي ملك يا حاج. ايه يا حاج؟ ايه يا لهوي، انت بتعمل كده ليه يا حاج؟ يا لهوي مختار مختار مختار. مرة كده. ها حجوك. الو. يا نعمة، واحدة واحدة، مش فاهم حاجة. الحقني يا بوك. ايه اللي حصل؟ ايه؟ هنوتي ده يا مختار، هو ابوك هيفضل هنا؟ امال هيروح فين؟ اكرام الميت دفنه. ايوه دفنه، بس بالشكل اللي يليق بيه، ولا عايزين تفضحونا؟ ليه بس يا اشرف؟ ابونا سعد لازم خارجته تبقى من بيته، من وسط مراته وعياله. انتوا ناسيين ماما. هنقول لها ايه وهي فاهمه انه في الصين؟ قول لها جات له الازمه في الصين فنقلناها على هنا. ده على اساس ان الصين دي في المانيال؟ سعد انا مش قادر اصدق ان ابويا حبيبي. احنا هنقول لها انه وانت بتستقبله في المطار جات له الازمه في العربيه، وعلى ما رحتوا المستشفى كان السر الالهي طلع. ماشي ماشي، كفايه عليها خبر موته، ولا هو موته خراب ديار. لازم صورته تفضل قدامها زي ما هي. مستنيني؟ يلا بسرعه. انا قلبي كان مقفول، قلبي كان حاسس. انا مش قلت لك يا بنتي؟ مش قلت لك؟ هدي نفسك يا ماما، الاعمار بيد الله. انا لله وانا اليه راجعون. اللي مزعلني ومحزنني انه كان جاي، كان عايز يعملها لي مفاجاه. يا بختك الاسود يا نعمت. اهدي يا نعمت، اهدي بس، اهدي، ما تعملش في نفسك كده. الراجل الوحيد اللي حبني، الراجل الوحيد اللي املت له وقلت هعيش معاه وفضله، سابني ومات. ايوه يا نعمه، بس احنا لسه عايشين ولازم نتصرف بسرعه قبل البضاعه ما توصل. يعني ايه؟ مش فاهم. الحاج الله يرحمه استورد البضاعة باسمه، يعني محدش هيقدر يستلمها غير الورثة. يا اما بقى تترمي في المينا، ولو اتفتشت هتبقى مصيبة. يا نهار اسود، هتروحوا كلكم في حديد. ده غير ان الفلوس اللي دفعها الحاج هتروح عليكم. لا كله لا كده، ده انا ليا فيهم حق الشرع. عشان كده يا نعمة لازم تكلميهم، لازم تفهميهم الموقف عشان يلحقوا يتصرفوا بسرعة ويجهزوا الأوراق المطلوبة.
صدق الله العظيم. البقر. ونعم بالله يا حبيبتي، تفضلي. الله يرحمه، كان راجل ولا كل الرجاله. ايوه قطع بيه، كان ملاك ماشي على الارض. يا ماما مالك؟ صداع جامد قوي. خدت دواء الضغط يا اختي؟ مش لاقي. ماما ميه 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 يا ماما. ضغطها علي فجأة والحمد لله هي كويسة الوقت. الله يطمنك يا دكتور، الله يطمنك. وأهم حاجة تبعدوا عن الزعل والتوتر. نبعدها عن الزعل والتوتر إزاي يا دكتور؟ ما أنت عارف الظروف اللي إحنا فيها. والله أنا قلت لكم على المفيد. عن إذنكم. شكرا يا دكتور. معايا هنية. لو عرفت المستخبي بس هيجرى إيه؟ بس يا سعد الموضوع ده مش لازم تجيب سيرته خالص، الموضوع ده انتهى مع موت بابا. انتهى إزاي؟ مش في عقد جواز شرعي وفي زوجة تانية ممكن تطالب بحقها في الميراث؟ يا أخي وطي صوتك مش وقته. سعد. خلاص هنحل الموضوع ده معاها وهنرضيها. يلا نطمن على ماما. يلا يلا. ايه يا حبيبتي؟ الف سلام عليك. سلامتك يا امي. الحمد لله على سلامتك يا ماما. الله يسلمك، ربنا يخليك ليا يا رب. مش عارفه ايه اللي حصل لي ده. ازمه وعدت يا ست الكل، كده برضو تقلقين عليكي. وانا كمان قلقانة عليكوا قوي كلكم. ليه يا حبيبتي بس قلقانة؟ ما احنا كويسين اهو. أبوك الله يرحمه كان مضلل علينا كلنا. الله يرحمه بقى. كان كبرنا كلنا، كان واخدنا كلنا تحت جناحه، إنما دلوقتي آن الأوان تكبروا عشان محدش هيضلل عليكم غير إيديكم. حسك بالدنيا يا ماما. أنا نفسي يا ابني محتاجة لكبير، ولازم تكونوا كبار تبقوا قد المسؤولية عشان تقدروا تحمونا من أي خطر. طمني يا ماما طمني، أنت مخلفة رجالة مش كده ولا يا سعد؟ طبعا طبعا يا أمي. ما تقلقيش يا ماما، أنت ونورة في عينينا، إحنا ملناش غيركم. اهدى يا أخويا، ما تعملش في نفسك كده. سابني وراح يا سماح، سابني وراح. كلنا لها. وبعدين مش انت كنت بتقول ان الحاج طول عمره كان راجل طيب؟ يبقى اكيد دلوقتي في الجنه مع الملائكه. راح الجنه وسابني في النار لوحدي. نار ايه بعد الشر؟ اصل بابا الله يرحمه قبل ما يتوفى باسبوع راهن كل فلوسنا وكل اصولنا للبنك. ليه بس كفى الله الشر؟ كان عايز يجمع 10 مليون جنيه عشان يجيب صفقة أدوية جاية من الصين. ها وبعدين؟ وإيه وبعدين؟ الصفقة جت ولا لسه؟ معرفش، وده اللي بجنني. والمشكلة إنه مأمنني إن الموضوع ده سر بيني وبينه، إخواتي نفسهم ما يعرفوش عنه حاجة. بس مراته التانية أكيد تعرف. تفتكري يكون قايلها؟ مش هي اللي كانت ملازماه في اخر ايامه الله يرحمه؟ يبقى اكيد عندها ولو طراطيش كلام، واللي يسال ما يتوهش برضه. كلام معقول برضه. اذا كان كده ماشي. يا استاذ سعد انا طالب منى بقالي اسبوع وحضرتك ما جبتهاش. ما انت عارف الظروف يا استاذ ممس. عارفين ومقدرين، والعيال في البيت عطشانين، وحضرتك من ساعه ما قفلت الميه ما بتدفعش. مسيرها تفرج ان شاء الله. لما تبقى تفرج كلمني. يلا بينا يا رجاله. استنوا يا رجاله. ايه يا استاذ ممس؟ ايه؟ معقولة برضو تهون عليك العشرة والعيش والملح؟ ده احنا هنا بقالنا سنة. ايه يا عم وانا مراتك؟ لما تبقى تجهز كلمني، ما انا برضو عندي عيال. سلام عليكم. يلا يا رجالة. الله يرحمك يا بابا.